نشرة مفصلة من الميادين، أهلا بكم. وفي عناوينها: الصدر يؤكد أن عودة كتلته إلى البرلمان ممنوعة، ويدعو حلفائه إلى الانسحاب لإفقاد المجلس شرعيته ولحله تلقائيا. قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا في يافا، ووسائل أعلام إسرائيلية تنقل عن الشرطة تقديرها أنها بذلك منعت هجوما كبيرا في تل أبيب. فوكستين في تل أبيب لمناقشة الحدود البحرية مع لبنان، وشركة إنرجيان تقول أن استخراج الغاز من حقل كريش سيبدأ خلال عدة أسابيع. قصر باكنغهام يعلن عن وضع الملكة إليزابيث الثانية تحت الإشراف الطبي، وأقاربها يتوافدون إلى مكان إقامتها. الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني لمحاصرة مدينة في خاركيف، وبلينكين في كييف بزيارة غير معلن عنها مسبقا. أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن عودة الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب ممنوعة بأي ذريعة. وفي بيان نقله عنه المقرب منه صالح محمد العراقي، أوضح الصدر أن أولى النتائج المتوخات من انسحاب نواب كتلته هو سد كل الطرق للتوافق مع الإطار التنسيقي، ولفت إلى أن رجوع الكتلة إلى مجلس النواب فيه احتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق. الصدر أشار إلى أن العودة لابد أن تقترن بحل يكون مرضيا عند الحلفاء من السنة والكرد، وقال أنه لا داعي للعودة، بل بمجرد انسحابهم سيفقد البرلمان شرعيته وسيحل مباشرة. وجدد الصدر رفض المشاركة في حكومة توافقية قطعا. ومعنا من بغداد مراسلنا صلاح الخزاعي لنسأل أكثر عن هذا الموقف للصدر، عن حيثيات هذا الموقف، كيف تتم قراءته، وأيضا عن كيفية التعاطي معه وتلقفه من قبل الأطراف المعنية به. حتى الآن دينا لا يوجد موقف رسمي من الحلفاء، تحديدا الذين أشار إليهم المقرب من الصدر صالح محمد العراقي من القوى السياسية السنية والكردية، وهم تحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة الذين رمى الكرة في ملعبهم ودعاهم مع النواب المستقلين إلى الانسحاب من البرلمان لسحب الشرعية، وبالتالي بحسب ما جاء في هذه التدوينة أن البرلمان سيحل بهذه الطريقة. هناك تعليقات من القانونيين يرون فيها أن الانسحاب من أي كتلة كانت ومن أي نائب كان سيرشح بمكانه النائب البديل أو الاحتياط الذي حاز على أعلى أصوات بمحله. هذا من الجانب القانوني لعملية سحب الشرعية عن البرلمان. البرلمان أيضا ذهبوا باتجاه ما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية، البرلمان لا يحل إلا بالآلية التي حددها الدستور في المادة 64. موقف الصدر الذي نقله عنه محمد صالح العراقي يعني اللا حوار ولا تفاعل مع يعني دعوات الحوار التي دعا إليها، يعني جولات الحوار الوطني التي كانت يوم الاثنين الماضي الجولة الثانية منه، ودعت التيار الصدري إلى الجلوس والحوار للتوافق على حل الذهاب إلى انتخابات مبكرة. العقدة دينا هي أن دعوة الصدر اليوم إلى بقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمضي باتجاه يعني تنظيم انتخابات مبكرة هي الإبقاء على قانون الانتخابات ذاته والإبقاء على مفوضية الانتخابات، فيما يرى الإطار التنسيقي ومن معه من القوى السياسية الأخرى أن قانون الانتخابات يجب إعادة النظر فيه، وأن المفوضية يجب إعادة النظر فيها، خاصة إذا ما تمت الإشارة إلى قرار المحكمة الاتحادية في معرض ردها دعوة إبطال نتائج الانتخابات التي تقدم بها زعيم الفتح هادي العامري، قالت أن مثلا قانون الانتخابات لا يجب أن يعتمد في الدورات المقبلة العد والفرز الإلكتروني، وإنما العد والفرز اليدوي، وهذا يحتاج إلى تعديل. قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 يبدو أن التيار الصدري يريده،
فلم يتطرق إلى تعديله ولا إلى آلياته، ويبدو أنهم أيضا نعم. يريدون المفوضية تطرقوا إلى طيب صلاح، آليات وعمل الانتخابات المبكرة. صلاح، نعم. أمام هذا الموقف وما تتحدث عنها أيضا مواقف لمسؤولين في الإطار التنسيقي، ما هو أفق الأزمة اليوم في العراق؟ يراوح في مكانه طالما لا يوجد حوار. وفي تدوينة اليوم للمقرب من السيد مقتدى الصدر لا يوجد هناك أفق للخروج من عنق هذه الأزمة والوصول والخروج من هذا الانسداد للوصول إلى حل. الأطراف الأخرى التي تعلن أنها تتفق على إجراء انتخابات مبكرة تريد الذهاب بالآليات الدستورية إلى قبة البرلمان، مراجعة قانون الانتخابات الذي يعتقدون أنه يخدم الماكينة الانتخابية الصدرية، وبالتالي استطاعت هذه الماكينة أن تحقق أعلى المقاعد في يعني تشرين الماضية. بالتالي يريدون الذهاب إلى البرلمان بالآليات الدستورية وحل البرلمان بالآليات الدستورية والتحضير للانتخابات المبكرة بالآليات الدستورية، فيما اليوم أكدت تدوينة المقرب من الصدر أنهم يريدون الذهاب إلى انتخابات مبكرة يشرف عليها حكومة تصريف الأعمال الحالية التي سماهم بأسمائهم رئيس جمهورية ورئيس الحكومة الحاليين للانتهاء إلى انتخابات مبكرة دون الحديث عن قانون الانتخابات والمفوضية. إذن صلاح الخزاعي مراسلنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. قالت وسائل اعلام اسرائيليه ان تقدير الاجهزه الامنيه انه تم منع هجوم كبير في تل ابيب، واضافت ان فلسطينيا قد تم اعتقاله في منطقه يافا وبحظيته رشاش من نوع كارلو وعبوات ناسفه، وان المعتقل من سكان نابلس. شهيد فلسطيني جديد انضم اليوم إلى قافلة شهداء فلسطين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي. الشهيد هو الفتى هيثم هاني مبارك، وهو البالغ من العمر 17 عاما، وقد ارتقى برصاص الاحتلال قرب قرية بيتين شرق مدينة رام الله. وأوضحت وزارة الصحة أن الاحتلال يرفض تسليم جثمانه حتى الآن. وسائل أعلام إسرائيلية كانت زعمت أن الشهيد أقدم على ضرب جندي إسرائيلي بمطرقة وأصابه بجراح، وتم إطلاق النار عليه فأصيب بجراح حرجة استشهد على إثرها. وسائل أعلام إسرائيلية قالت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد سيجري مع رؤساء المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقييما موسعا للوضع في الضفة وسبل التنسيق مع السلطات الفلسطينية. لابيد كان قد تبنى سياسة عدم السماح بمحاكمة أي جندي في جيش الاحتلال بذريعة دفاعه عن حياته. لنكن واضحين هنا، لن أسمح بمحاكمة أي جندي في الجيش دافع عن نفسه أمام نيران الإرهابيين فقط لأجل حيازة استحسان الآخرين. ابتداء من اليوم، فكما أن عملكم هو حمايتنا، فإن واجب الحكومة هو أن تحميكم. في الأيام الماضية سمعت مطالب لمحاكمة جنودنا بعد مقتل الصحفية شيرين أبو عقله، سمعت مطالب لتغيير قواعد الاشتباك. نأسف لمقتل الصحفية، لكن لدى جنودنا الدعم الكامل من الشعب والحكومة. وفي الضفة الغربية جرفت آليات الاحتلال اليوم منزل مواطن فلسطيني في قرية الولجة غرب بيت لحم، وذلك بحجة عدم الترخيص. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت القرية صباحا وحاصرت المنزل المكون من طابقين قبل أن تقوم بهدمه بواسطة جرافة كبيرة. وما اعطونا قرار هدم، ما اعطونا قرار هدم، قالوا لنا اوقفوا على ما احنا. انا الي هون 9 سنوات، مش يوم اليومين، 9 سنوات، يعني خيولي، بيتي، شغلي، حياتي في هذه المزرعه 9 سنين الي. بتفاجئ اليوم الصبحيات الساعه 4:30 بتصلوا علي اولاد عمي بصفوا تريلاتهم جنبي هون عندهم ارض، بقولوا لي الجيش معبين المحكان تبعك المزرعه عندك وبخلعوا في البواب تاعون البيت.
وبالتوازي أفاد مكتب أعلام الأسرى بأن الأسير الفلسطيني الجريح نور الدين جربوع من جنين يواجه وضعا صحيا خطيرا ويخضع لعمليتين جراحيتين في مستشفى أساف هروفي. وبحسب أعلام الأسرى فقد تعرض جربوع لإصابة حين اعتقاله في نيسان أبريل الماضي أدت إلى إصابته بشلل جزئي، وأصيب أخيرا بالتهابات وتقرحات خطيرة قد تصل إلى الدم والعظام. برز التضارب الإسرائيلي بشأن موعد استخراج الغاز من حقل كريش، وبذلك أو ذلك بالتزامن مع وصول الموفد الأمريكي أموس هوكستين إلى فلسطين المحتلة. ونقلت وسائل أعلام إسرائيلية عن شركة إنرجيان أن استخراج الغاز من حقل كريش سيبدأ خلال عدة أسابيع، فيما أعلنت سابقا أن استخراج الغاز سيبدأ نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل. وبالتوازي ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أنه قبل أيام من توليه منصبه قال قائد المنطقة الشمالية الجديد أوري غوردين أنه في أي معركة مع حزب الله فإن تسليحاته دقيقة ستوجه إلى رموز السلطة في إسرائيل. وبحسب موقع ولا الإسرائيلي تحدث غوردين عن نيران لن ينجح اعتراضها في معركة في لبنان وهي بوتيرة أعلى بعشرة أضعاف أي 4000 صاروخ في اليوم، ومن ثم تصبح بوتيرة أقل أي بين 1500 و2000 قذيفة صاروخية في اليوم. ولفت إلى كتلة نيران كبيرة جدا من حزب الله ستوجه إلى الجبهة الداخلية. في لبنان أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد مكاري أنه لا يمكن تطبيق التعديل الذي طال البند 16 في وثيقة التمديد لقوات اليونيفيل في جنوب البلاد، وأكد للميادين أن ذلك سيؤدي إلى إشكالات بين قوات اليونيفيل وأهالي الجنوب. عمليا حتى لو صار تعديل بالنص ما بيمشي، يعني ما في يمشي. وضع بالجنوب أنا رحت وشفت مش مثل ما كل الناس هيك بتحس. أنا من هونيك كنت عم بدعي إنه اللبنانيين يشوفوا شو فيه بالجنوب تيفهموا المسألة والموعدة اللي كيفها داخلياً وعلى الحدود والعلاقة بين اليونيفل والأهالي والجيش اللبناني. أي تعديل أنا بنظري ما حيكون إيجابي، يعني ما بشوف إيجابية بهيدا التعديل. الوزير مكاري أكد أن الاتصالات السياسية مستمرة لتأليف حكومة جديدة في لبنان، وأشار إلى أن كل طرف سياسي في لبنان يسعى للحصول على مكتسبات ما يعطل الاستحقاقات المهمة التي تشهدها البلاد. كل الاستحقاقات اجت مع بعضها، تشكيل حكومة، انتخابات رئيس، ترسيم حدود، IMF وإلى آخره، وكل طرف بده يعلي سقفه تياخذ مكتسبات أكثر للأسف. هلا هيدي لعبة سياسية أنا بشوفها مشروعة، إنما بظرف هالقد دقيق بتصير خطرة. إنما هذا لا يمنع إنه الاتصالات ماشية في سبيل تشكيل حكومة. أخلت إيران سفارتها في ألبانيا على خلفية الأزمة السياسية المستجدة بين البلدين، وعرضت وكالة رويترز مشاهد للسفارة الإيرانية في تيرانا، حيث قالت إن دبلوماسيين إيرانيين أحرقوا وثائق فيها قبل ساعات من مغادرتهم البلاد، وذلك بعد إعلان ألبانيا قطع علاقتها بإيران بتهمة هجمات سبرانية. لكن طهران نفت هذه المزاعم وحذرت من مخطط سياسي يستهدفها على خلفية هذه الادعاءات. البيت الأبيض كان قد أعلن أنه سيعمل لتحميل إيران المسؤولية عن الهجمات السبرانية في ألبانيا، ودعا الناتو إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة التي يراها. دورنا هنا هو دعم جهود ألبانيا لتحميل إيران مسؤولية الهجمات السيبرانية، وسنساعدها على تعزيز أمنها السيبراني. حلفاؤنا في الناتو سيكون لهم قراراتهم المستقلة بشأن كيفية الرد على هذه الهجمات، وما إذا كانوا سيقدمون احتجاجا أم لا. هناك من سأل عن المادة الخامسة، الأمر متروك لحلفائنا في الناتو. هناك العديد من الأمور يمكن القيام بها قبل اللجوء إلى المادة الخامسة. هذا الأمر يتعين على حلفائنا مناقشته. وبالتوازي قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير هو عبارة عن تكرار لقضايا لا أساس لها وقد أعد لأهداف سياسية خاصة. وأكد أن العودة إلى التزاماتنا السابقة تتطلب التزام أطراف الاتفاق النووي بتعهداتها، ولفت إلى أن برنامج إيران النووي السلمي هو الأكثر شفافية على صعيد العالم.
ومعنا من طهران مراسلنا أحمد البحراني. نرحب بك أحمد، ونسأل في البداية عما يجري بين ألبانيا وإيران، وكيف تقرأ طهران هذه الخطوة، خصوصا أنها وضعتها في سياق مخطط سياسي يستهدف البلاد، وبالتالي أي مخطط وماهية هذا المخطط، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث أو تدعو الناتو إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على إيران فيما زعمت أنه هجمات سبرانية. نعم دينا، يعني حقيقة هي القضية بالنسبة للجانب الإيراني أنه الحكومة الألبانية تستضيف منذ سنوات الآلاف من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإرهابية حسب تصنيف إيران وعدة دول. طبعا طهران تعتقد أنه قرارات الحكومة الألبانية عموما مسيسة فيما يتعلق الأمر بتوجهها بشكل عام في سياستها الخارجية حيال طهران في جملة من القضايا، وبالتالي بعد تعرض ألبانيا قبل فترة لهجوم سبراني إلكتروني تم توجيه التهم بالجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقوف خلف هذه العملية. من وجهة نظر الإيرانيين بين القرار الألباني يتخذ بتنسيق مباشر مع الإدارة الأمريكية وأيضا مع الحكومة البريطانية، لذلك المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم قال أنه أمريكا وبريطانيا سبق وصمتتا حيال الهجمات السايبرية العديدة ضد البنى التحتية الإيرانية، دعمت مثل هذا يعني الإجراء بشكل مباشر أو غير مباشر، لذلك لا يحق لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إطلاق مثل هذه التهم الموجهة لإيران. الخارجية الإيرانية اعتبرت هذه التهم ووصفتها بالتصعيد الخطير من قبل سواء ألبانيا أو من قبل باقي الدول الأوروبية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية في ظل المفاوضات النووية وفي ظل يعني ما يفترض أن تشكل مثل هذه المفاوضات من تهدئة في العلاقات بين إيران من جهة والدول الأوروبية من جهة ثانية، خاصة بعد أن أشارت وسائل إعلام أجنبية عن اتخاذ الحكومة الألبانية اليوم إجراءات سياسية وغير دبلوماسية مع أعضاء السفارة الإيرانية في تيرانا، وهذا ما أدانه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم. طيب أحمد، أيضا بالتوازي هناك يعني موقف من قبل المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، يقول إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير هو عبارة عن تكرار لقضايا لا أساس لها وقد أعد لأهداف سياسية خاصة. وبالتالي إلى أي مدى المخطط السياسي الذي تتحدث عنه تهران فيما خص العلاقات أو قطع العلاقات من قبل ألبانيا معها مرتبط بتطورات أو أي تقدم على صعيد الملف النووي الإيراني؟ يعني الملفان مرتبطان ببعضهما البعض بحسب تعبير بعض النخب السياسية هنا في إيران، يعني إضافة إلى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بالإضافة إلى بيانات الإدانة التي صدرت من الخارجية الإيرانية، أيضا مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا وتم تعيينه في الأسابيع الأخيرة محسن نبيل أصل، وتعليقا على تقرير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصريح العبارة اتهم الوكالة بأنها تتأثر وتتعرض إلى ضغوط من طرف ثالث يملك حسب تعبير عشرات الرؤوس النووية، وبطبيعة الحال هو يقصد من هذه الجهة إسرائيل، وبالتالي هناك طبعا إدانات واضحة من جانب إيران، لذلك المندوب الإيراني طالب الوكالة بأن تكون حيادية ومستقلة وأيضا مهنية في تعاملها والابتعاد عن تسييس مثل هذه القضايا، وأيضا أشار إلى نقطة جوهرية وهي أن الادعاءات التي وردت في تقرير الوكالة حول بعض المنشآت النووية هي عبارة عن معلومات سابقة تعود إلى أكثر من 20 سنة، وتم تداول هذا الملف بين إيران من جهة والوكالة الدولية للطاقة الذرية من جهة أخرى، وتم التوصل إلى اتفاق قبل إبرام نعم الاتفاق النووي عام 2015. إذا أحمد البحريني مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. في المقابل ركزت إسرائيل اهتمامها على المعطيات التي سربت من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية واعتبرتها دليلا على قرب إيران من القنبلة النووية. هذا التقرير لمنال إسماعيل.
على وقع التقديرات الإسرائيلية المتضاربة بشأن قرب التوقيع على اتفاق نووي، لا يفوت المسؤولون الإسرائيليون فرصة في محاولة عرقلة الاتفاق النووي أو التأثير في بنوده على الأقل. ومع ارتفاع نبرة التهديد الإسرائيلية ضد إيران، توقف محللون عند المعطيات التي سربت من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران نظرا إلى خطورتها وتبعاتها. عمليا بحسب تقرير الوكالة فإن إيران قد تجاوزت نقطة لا عودة. التقرير سرب وهو عمليا يحدد أن لدى إيران نحو 55 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بدرجة 60%، وما تحتاجه هو 42 كيلوغراما فقط من اليورانيوم المخصب لقنبلة واحدة. وفي المقابل رأى معلقون أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل دلالة إضافية على تقلص المدة الزمنية أمام إيران للوصول إلى قنبلة نووية. عمليا تقرير الوكالة يقول إن لدى إيران اليوم ما يكفي من المواد المخصبة بمستوى 60%، وإذا ما قررت إيران الاستمرار في التخصيب حتى 90% فإن هذا يكفي لإنتاج قنبلة واحدة. هناك بعدان لكلام الوكالة، الأول إن وقت الوصول إلى القنبلة تقلص إلى أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، والثاني وهو بما أنه لا يوجد اتفاق نووي فهذا يعني أنه لا توجد رقابة. وفيما وجهات النظر حيال موقف إسرائيل من العودة إلى الاتفاق النووي منقسمة داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية بين الموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية، قال خبراء إن توقيت نشر وتسريب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس صدفة ويهدف للضغط من أجل توقيع اتفاق مع إيران. شرعت الجزائر في إرسال الدعوات للمشاركة في القمة العربية المرتقبة مطلع 22 نوفمبر المقبل، واختارت القيادة الجزائرية تقديم أول دعوة إلى فلسطين ومصر على أن ترسل مبعوثا للملك المغربي لدعوته للمشاركة في خطوة ترمي إلى تجاوز الخلافات الثنائية واحترام ميثاق الجامعة العربية. هذا التقرير لسفيان مراكشي. فلسطين أول دولة عربية تلقت دعوة الجزائر للمشاركة في القمة العربية المرتقبة مطلع 22 نوفمبر، قمة اختارت أن تطلق عليها القيادة الجزائرية اسم قمة فلسطين في مبادرة لتعزيز الوحدة الفلسطينية وإعادة الزخم إلى أولى القضايا العربية. يجب أن لا نستقطب بل أن نكون ثقل وأن نتموضع كثقل سياسي واقتصادي وحتى عسكري، وحتى أن تكون هناك ونفعل الكثير من الاتفاقيات التي كانت في داخل جامعة الدول العربية. لما لا يكون مثلا الدفاع المشترك، يعني لماذا هذه مثلا حروف في داخل الدول العربية؟ وانطلقت وفود ومبعوثون من قبل الرئيس الجزائري من أجل تسليم الدعوات للقادة العرب، وتجاوزت الجزائر في هذه الخطوة خلافاتها الثنائية والقطيعة الدبلوماسية مع المغرب، مرتكزة على إطار العلاقات المتعددة الأطراف التي تحكم منظومة الجامعة العربية، تقول مصادر دبلوماسية. حضور القمة العربية لن تكون له أي علاقة مباشرة بالخلافات الثنائية أو سوء التفاهم الذي حدث بين الجزائر والمغرب، وكانت هناك خلافات من قبل وتحل وفقا للطرق الدبلوماسية والأعراف، وبالتالي من خلال تصريحات الرسميين الجزائريين فالمغرب مرحب به في الجزائر وله كل الاحترام والتقدير، وحتى وزير الخارجية المغربي بوريطة أكد في كلامه بأنه يأمل بأن تكون القمة العربية مسؤولة وأن تخرج بمخرجات وفقا لتطلعات الشعوب. تتطلع الجزائر إلى لم شمل القادة العرب على أرضها وإحياء روح التضامن العربي نحو مستقبل ملؤه الوحدة والتلاحم. بتقديم الدعوات إلى رؤساء وملوك الدول العربية بداية بفلسطين، تكون الجزائر قد انطلقت رسميا في خارطة الطريق لإنجاح القمة العربية، حيث يؤمل منها أن تقرب المسافات وتخفف الخلافات بين الدول العربية وترمم العمل العربي المشترك. سفيان مراكشي، العاصمة الجزائرية، الميادين.
دعا الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي إلى تحرك عربي لإنهاء أزمة سوريا ومحنتها ولعودتها إلى حضن الجامعات العربية. صباحي دعا إلى إلغاء قرار تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وفي إطار الاستعداد للمؤتمر العربي الذي دعت إليه الجزائر جدد صباحي الدعوة إلى الدول العربية وأعضاء الجامعة لإسقاط الحصار الأمريكي على سوريا ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على مرافقها الحيوية، ودعا أيضا إلى التحرك السياسي والإعلامي والشعبي لإخراج الاحتلالات الإسرائيلية والأمريكية والتركية من الأراضي السورية، كما أعرب عن استهجانه خضوع بعض الحكومات العربية لإملاءات الإدارة الأمريكية. فاصل قصير نواصل بعده نشرتنا. أهلا بكم من جديد. أعلن قصر باكنغهام أن الأطباء قلقون على صحة الملكة إليزابيث الثانية، وقال القصر إن الأطباء أوصوا ببقاء الملكة تحت الإشراف الطبي، وتعاني الملكة البالغة 96 عاما تعاني من مشاكل صحية سببت لها منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي صعوبة في المشي والوقوف، وتوجه الأميران تشارلز وويليام إلى مقر الملكة في قصر بالمورال. وينضم إلينا من لندن رئيس تحرير موقع تايمز أوف إيجيبت عبد الله حمودة. نرحب بحضرتك سيد عبد الله، ونسأل حتى الساعة عن وضع الملكة والأخبار المتداولة حول وضعها. لم تصدر أي بيانات بعد البيان الأول الذي تحدث عن أن صحة الملكة تحتاج إلى رعاية دائمة تحت الإشراف الطبي، وهي موجودة في قلعة بالمورال في وسط اسكتلندا. لم تنقل إلى مستشفى، لم تصدر أي بيانات أخرى، إلا أنه يعني أصبح أبنائها الأربعة موجودين معها هناك، وصلوا بطرق مختلفة وأحفادها في الطريق. صياغة البيانات في مثل هذه المناسبات تتسم بدقة شديدة ونوع من الغموض للإيحاء بأنه الحالة بخير بوجه عام، لكن عدم صدور بيانات أخرى واستمرار وصول أفراد الأسرة المالكة إلى هناك يشير إلى أن الوعكة الصحية في هذه المرة مختلفة عن مرات أخرى، خصوصا وأن الملكة في عام في 96 عاما من العمر. نعم. يعني الآن، وكانت ظهرت في المرة الأخيرة نهار الثلاثاء من رئيسة الوزراء الجديدة في حالة من الضعف الشديد. بالفعل، وحضرتك يعني ربما تحدث عن ما كنا سنسأل عنه، أنه بهذه الإشارات أو هذه التحركات ما الذي تشي به وما الذي تعنيه، لكن في حال إعلان الوفاة، ما هي أولى الترتيبات ستكون وكيف ستكون الخطوات أو أولى الخطوات؟ أولى الخطوات ستكون إعلان الأمير تشارلز ولي العهد ملكا، ويتم بالتوازي العمل على ترتيبات جنازة الملكة مع ترتيبات تتويج الملك الجديد. طبعا بيثور سؤال طرح منذ سنوات عما إذا كانت زوجته كاميلا دوقة كورنويل ستكون ملكة أم ستظل دوقة كورنويل وتعتبر رفيقة للملك. هذا سؤال سيظل يعني في انتظار الإجابة، وسيصبح ابنه الأمير ويليام ولي للعهد. طبعا مع طول عهد الملكة إليزابيث الذي استمر 70 عاما على العرش، أصبح هناك ثلاثة في خط تولي العرش موجودين أحيانا في الوقت الحاضر، ومنهم اثنين يعني في حالة جهوزية لتولي العرش. الأمير تشارلز بخبرته الطويلة وقيامه ببعض مهام الملكة
على مدى السنوات، خصوصا ما تزايد منها في الفترة الأخيرة. وابنه الأمير ويليام الذي يقارب 40 عاما الآن، وقد تمت تربيته بشكل يؤهله لتولي المنصب، وجورج الأمير جورج ابن الأمير ويليام. ومن ثم يبدو خط نقل تولي العرش مضمون لمدة 100 سنة جاية على ما يبدو يعني في الوقت الحاضر. طيب، لكن هناك بعض الأحاديث بأنه من الممكن أن يترافق الحديث اليوم عن الوضع الصحي للملكة إليزابيث حول عودة الأصوات التي كانت قد برزت بأن تكون هذه الملكة هي الملكة الأخيرة، وبالتالي إنهاء فترة أو حقبة الملكية والحديث والذهاب إلى الجمهورية. وبالتالي هل من الممكن أن تبرز هذه الأصوات حتى الساعة مع كثرة التساؤلات حول الوضع الصحي أو خطورة الوضع الصحي للملكة إليزابيث؟ هل من الممكن أيضا أن تبرز مثل هذه الأصوات؟ أعتقد أن مؤسسة الملكية في بريطانيا راسخة، يعني بمعنى أنه كانت هناك أصوات في كندا وفي أستراليا، ليس فقط في بريطانيا وحدها، تدعو إلى إلغاء الملكية، وترى أن ليس هناك أحد يولد وله الحق في تولي العرش بمجرد الميلاد. ولكن البريطانيين يعني ربما في هذه الظروف الحزينة بالنسبة لهم يعني هناك شيء من الطرافة. هم حسبوا حسابات تكلفة الملكية وتكلفة جمهورية، ورأوا أن مخصصات الملكة أقل من مصروفات الرئيس الأمريكي على سبيل المثال، وأن مراسم التتويج وغيرها أقل من الانتخابات التي تجري كل 4 سنوات في الولايات المتحدة. وفوق ذلك رأوا أن هناك مكسب آخر، وهو أن الملكية بكل الطقوس والمراسم التي تتم تجذب السياحة وتخلق شيء نادر بالنسبة لأماكن مختلفة في العالم. والملكية في بريطانيا تختلف عن نظائرها في أوروبا. في أوروبا تحولت إلى نوع من الملكيات الشعبية، بينما في بريطانيا أرستقراطية ديمقراطية في نفس الوقت، ملكية دستورية تملك ولا تحكم، ولكنها تظل طبقة مترفعة بعيدة عن الأحداث والجدل السياسي. ربما كان هذا هو الضمان الوحيد لبقاء الملكية في بريطانيا، أنها لا تتدخل في الكثير، لكنها تعني بالشؤون التي تهتم بالحياة وبالمستقبل، قضايا البيئة، العمل الخيري، التعليم أو اكتساب مواهب، تأهيل الشباب الأجيال لتولي مهام في مراحل تالية من العمر. كل هذا يسهم بشكل ما في إعطاء نوع من الهيبة والدور الريادي لهذه المؤسسة التي تعود بالربح على بريطانيا أيضا، يعني ليست خالية من العائد الاقتصادي. طيب، إذن السيد عبد الله حمود رئيس تحرير موقع تايمز أوف إيجيبت، شكرا جزيلا لحضرتك، تحدثت إلينا من لندن. تتمتع الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وأي ملك أو ملكة بريطانية بما يطلق عليها الصلاحيات الملكية، وهي باقة من الصلاحيات التي ينص عليها الدستور البريطاني غير المكتوب. في الوقت الحاضر يمارس الكثير من هذه الصلاحيات نيابة عن الملكة وزراء حكوميون، فما هي أبرز هذه الصلاحيات؟ بموجب القانون البريطاني تعد الملكة فوق القانون ولا يمكن مقاضاتها أبدا، كما لا يمكن محاسبتها في القضايا المدنية. لا تحتاج الملكة إلى إجازة قيادة سيارة رغم أن إجازات السوق تصدر باسمها. لا تحتاج الملكة إلى جواز سفر رغم أن أفراد أسرتها الآخرين يحتاجون إلى هذه الوثيقة في تنقلاتهم.
أما أبرز صلاحياتها التي قل استخدامها بمرور الزمن فهي صلاحية حل البرلمان واستدعائه للالتئام، ويحدث هذا عادة عند انتهاء الدورات البرلمانية. من حق الملكة التصديق على القوانين والتوقيع عليها كي تكتسب صفة النفاذ، كما أن من صلاحيتها تعيين وإقالة الوزراء وتعيين رئيس الحكومة. ومن صلاحياتها السياسية إعلان الحرب، ولو أنها صلاحية تمارس عمليا من قبل رئيس الحكومة والبرلمان. تتمتع الملكة بسلطات قضائية محدودة جدا، وتستخدم سلطة واحدة فقط هي إصدار العفو الملكي. الملكة هي القائد العام للقوات المسلحة البريطانية، ومن حقها تعيين الضباط وطردهم. صلاحية إصدار وسحب جوازات السفر هي من الصلاحيات الملكية الأساسية، وكل جوازات السفر البريطانية تصدر باسم الملكة. واللافت أن الملكة تمتلك كل طيور البجع الموجودة في المياه العامة البريطانية، كما تمتلك نظريا كل الحيتان والدلافين الموجودة في هذه المياه أيضا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت محاولة للقوات الأوكرانية لتطويق مدينة بالاكلايا في مقاطعة خاركيف. هذا ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو تظهر عمل أطقم أنظمة صواريخ أوسا في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. أعلنت الخزانة الأمريكية عزم الولايات المتحدة فرض سقف لسعر النفط الروسي بحلول كانون الأول ديسمبر المقبل. نائب وزيرة الخزانة الأمريكية قال إن سقف سعر النفط الروسي سيكون أعلى من تكلفة إنتاجه، لكن مصدرا في الاتحاد الأوروبي استبعد دعم معظم دول الاتحاد لهذه الخطوة، لأنه يجب فهم نوع التأثير الذي يمكن أن ينعكس سلبا بحسب المصدر. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أكد فور وصوله إلى كييف بزيارة غير معلنة، أكد أنه بموجب تفويض من الرئيس جو بايدن سيتم سحب أسلحة وذخائر ومعدات إضافية من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية لدعم أوكرانيا. وبحسب بيان الخارجية الأمريكية سترفع حزمة إجمالي المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى 15 مليار دولار منذ بداية عهد إدارة بايدن. هذا البيان لفت إلى إمكانية تقديم مساعدات عسكرية لتعزيز أمن أوكرانيا وجيرانها بمن فيهم العديد من الحلفاء في الناتو وشركاء إقليميون بقيمة تتخطى الملياري دولار. يأتي ذلك فيما أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن موافقة بلاده على حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار. وقال أوستن خلال اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا في مدينة راشمتاين الألمانية، قال أن الحزمة الجديدة تشمل منظومات صواريخ وأنظمة مضادة للدبابات وذخائر وغيرها من المعدات العسكرية. أوستن أكد أن بلاده ستعمل على تدريب القوات الأوكرانية على المدى الطويل ومساعدتها على تعزيز قدراتها الدفاعية. يبدو العالم اليوم في حرب باردة ثانية فعليا، فالدول تتسابق على التسلح في الأرض والفضاء، والمواجهة الروسية الأطلسية تنحو منحا تصاعدي، فيما تجد بريطانيا ذريعة لتسريع برنامجها في الفضاء. هذا التقرير لمحمد بو عبد الله. تطلق بريطانيا برنامجا لعسكرة الفضاء، وتدخل غمار سباق التسلح مع روسيا والصين بالتوازي مع اختباراتهما لصواريخ فرط الصوتية، ما ينذر بالعودة بالعالم إلى مرحلة التوتر الشديد. وستغزو المملكة المتحدة الفضاء بربعية من الأقمار الاصطناعية تخطط لإطلاقها شركة بي أي سيستمز كبرى شركات الدفاع البريطانية، ومن شأن الأقمار هذه تحديد التهديدات العسكرية كالصواريخ والطائرات. فلماذا يتسابق العالم إلى التسلح بشتى الوسائل برا وبحرا وجوا وحتى فضاء؟ إنه العالم متعدد الأقطاب طور التشكل، فكل قطب أو طامح إلى القطبية يريد موطئ قدم له في نظام جديد يقابله مساعون إلى الحفاظ على الهيمنة الغربية بذريعة التهديد الروسي كما هي بريطانيا.
في الدعاية الإعلامية تظهر روسيا أنها تسعى إلى استعادة الحقبة السوفيتية، وفي مخيلة البريطانيين والأوروبيين ذاك وحده قد يكون كافياً لتبرير التسلح حتى وإن كان مكلفاً وفي زمن التقشف والتضخم. وللدول الطامحة إلى القطبية كروسيا والصين وإيران مبرراتها في تطوير الترسانة الدفاعية والأسلحة الهجومية كأحسن وسائل الدفاع، لأن الهيمنة الأمريكية لم تعد بتاتاً مقبولة في شتى بقاع العالم. ومع أن العالم خاض في الماضي تجارب عديدة، إلا أن الأحادية التي أفضى إليها عالم ما بعد الحرب الباردة لم تحل إشكالات الدول وصراعاتها، بل كانت تغذيها أكثر بالتدخلات السافرة وباعتماد المعايير المزدوجة. فهل نحن على أعتاب عالم يدير ظهره لتنمية الشعوب وازدهارها ويضاعف ميزانيات الدفاع والتسلح؟ الحاصل أن شركات تصنيع الأسلحة وتصديرها ستستفيد بالدرجة الأولى من إثارة الهواجس الأمنية، بما يدفع الدول المستهلكة للسلاح إلى إنفاق أكبر عليه مهما كلف من أموال. اختتمت اليوم أعمال المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية بنسخته الثالثة للبحث في استراتيجيات التنمية المدفوعة بالابتكار وتداعيات التغيرات الدولية والصحية على التنمية العالمية. هذا المنتدى الذي نظمته وزارة الخارجية الصينية بالتعاون مع مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية يأتي ضمن سياق مبادرة التنمية العربية التي أعلنها الرئيس الصيني شي جين بينغ بغية توجيه التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من النمو المتوازن. وبحث المنتدى كذلك في التنسيق العربي الصيني لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية تحقيقا لرؤية الدول العربية في التنمية بحلول عام 2030. ومعنا من بكين مفاد الميادين إلى هناك مهدي الديراني. نرحب بك مهدي، نسأل عن أهمية هذا المؤتمر بتوقيته، أهدافه، الحضور فيه، وأيضا أبرز مخرجاته. تحية لك دينا وتحية لمشاهدينا الكرام. بالطبع ضمن جهود التي تبذلها السلطات الصينية بغية تحقيق التنمية العالمية، والتي كان قد أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ على ضرورة تحقيقها والسعي لتجسيدها عمليا على أرض الواقع، اليوم الخارجية الصينية وبالتعاون مع مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية أطلقت المنتدى العربي الصيني للإصلاح والتنمية بنسختها الثالثة. والمنتدى هذا بدورته الحالية يؤكد بالطبع نجاح المنتدى الأول والمنتدى الثاني في إطار التعاون العربي الصيني. ومن أبرز الشخصيات التي شاركت في هذا المؤتمر المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط تشي جون، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير خليل الذوادي، وأيضا عدد من السفراء وشخصيات السياسية والأكاديمية المهمة. المشاركون في المؤتمر بحثوا في تداعيات التغييرات الدولية والصحة على التنمية العالمية، خاصة بعد جائحة كورونا التي شهدها العالم، وأيضا في الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين ضمن خطة ومشروع الحزام والطريق. المبعوث الصيني الخاص الشرق الأوسط أكد دعم الصين للدول العربية تحقيقا للتنمية المشتركة. وفي فلسطين كانت أيضا حاضرة في هذا المنتدى وبقوة، فلطالما دعمت الصين الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، وأيضا بحثوا في سبل التعاون الصيني الفلسطيني بغية تحقيق التكامل والتنمية. كان أيضا هناك مداخلات لأساتذة أكاديميين، لعل أبرزهم نائب مدير معهد دراسات غرب آسيا وأفريقيا، وأيضا مدير معهد شي جين بينغ للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، ورئيس مجلس إدارة المركز دراسات العربي الصيني للإصلاح والتنمية، ورئيس جامعة شنغهاي للدراسات الدولية. وهم شد على أهمية التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة النظيفة والصحة وأيضا الاقتصاد والتكنولوجيا، لما لها من أهمية في نهضة الدول العربية وتحقيق الهدف الأساس ألا وهو التنمية المدفوعة بالابتكار. إذن مهدي الديراني مفاد الميادين إلى بكين، شكرا جزيلا لك. عرضت كوريا الجنوبية محادثات مع كوريا الشمالية لمناقشة لم شمل العائلات التي شتتتها الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.
تعرض حكومة كوريا الجنوبية البدء بمحادثات مع كوريا الشمالية لمناقشة لم شمل العائلات المشتتة. نأمل أن يلتقي المسؤولون من الجانبين شخصيا في أقرب وقت ممكن لإجراء مناقشة صريحة حول المسائل الإنسانية. لا حوافز خاصة لدى هذه الحكومة، ويجب على كوريا الشمالية الاستجابة لأنها مسألة إنسانية بحتة. كشف البيت الأبيض على لسان المتحدثة باسمه أن السلطات تراقب المواطنين الأمريكيين من خلال جمع بياناتهم ومعلوماتهم، ولكن تقارير سابقة تشير إلى أن أجهزة الأمن القومي الأمريكية تتنصت على المواطن عبر الهاتف لضبط الأمن في انتهاك لحقوق الإنسان في حرية التعبير والموقف. هذا تقرير لحبيب عز الدين. حرية المواطن الأمريكي في بلاده لا تعكس حجم ادعاءات دولته برعايتها حقوق الإنسان وقيادتها شعار الحرية. حياة الأمريكيين لحظة بلحظة بالصوت والصورة هي تحت مراقبة الأجهزة الأمنية. هذا ما كشفت عنه التقارير على مدى سنوات طويلة، إضافة إلى جمع المعلومات، بحسب ما أكدته السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جامبيير بقولها إن السلطات الأمريكية تتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي لمراقبة معلومات الجمهور الأمريكي على منصات الإنترنت، مضيفة أن أعمال المراقبة بدأت مع بداية جائحة كورونا. هذه الإجراءات في الولايات المتحدة ليست جديدة، فبعد هجمات 11 من أيلول سبتمبر عام 2001 أذن الرئيس جورج بوش لوكالة الأمن القومي بمجموعة من أنشطة المراقبة الداخلية لملاحقة الخلايا الإرهابية. لكن وفقا لتقرير CIA لقد تم تسجيل 534 مليون مكالمة هاتفية ورسالة نصية لأمريكيين خلال عام واحد. فهل هؤلاء الأمريكيون متورطون جميعهم بالإرهاب؟ إنه جانب من جوانب تعامل واشنطن مع مواطنيها. فبعد مقتل جورج فلويد اندلعت احتجاجات في جميع الولايات لإدانة همجية الشرطة وعنصريتها، فاعتدت الشرطة على المتظاهرين بالضرب والاعتقال. ووفقا لإحصاء توفي أكثر من 1000 شخص خلال العام الماضي بسبب عنف الشرطة ضد أعمال لا جرم فيها ولا عنف، إضافة إلى تقارير تتحدث عن فساد وسوء معاملة داخل السجون الأمريكية. وفي وقت سابق رفعت ولايتا ميزوري ولويزيانا دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدد من المسؤولين، وذلك بتهمة التواطؤ مع شبكات التواصل الاجتماعي لفرض الرقابة وإسكات بعض الموضوعات التي تتم إثارتها. هذه النشرة انتهت، وإليكم تذكيرا بعناوينها. الصدر يؤكد أن عودة كتلته إلى البرلمان ممنوعة، ويدعو حلفائه إلى الانسحاب لإفقاد المجلس شرعيته ولحله تلقائيا. قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا في يافا، وسائل أعلام إسرائيلية تنقل عن الشرطة تقديرها أنها بذلك منعت هجوما كبيرا في تل أبيب. طاقسين في تل أبيب لمناقشة الحدود البحرية مع لبنان، وشركة إنرجيان تقول إن استخراج الغاز من حقل كريش سيبدأ خلال عدة أسابيع. قصر باكنغهام يعلن عن وضع الملكة إليزابيث الثانية تحت الإشراف الطبي، وأقاربها يتوفدون إلى مكان إقامتها. الدفاع الروسي تعلن إحباط هجوم أوكراني لمحاصرة مدينة في خاركيف، وبلينكن في كييف بزيارة غير معلن عنها مسبقاً. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء.